أن تداوم الحكومة على أن تقدم سياساتها العامة كل سنة وفقا للدستور، هذا مكسب ديمقراطي. مضى وقت فيما مضى أن الحكومة لا تقدم أي سياسة عامة منذ اليوم الذي يصادق فيه على برنامجها، لا يكاد يراها النواب في الغرفتين إلا نادرا. بيان السياسة العامة اللي كان معروض من طرف الوزير الأول اليوم كان يتعلق خاصة بالنشاط السياسي، النشاط الاجتماعي، النشاط الاقتصادي، النشاط الأمني. كما يعلم الجميع أن الجزائر استعادت مكانتها السياسية أمام الدول. بالنسبة للتكفل الاجتماعي كان ربما كان تذبذب في بعض السلع الهامة في الجزائر، لكن الحكومة تدارت الموقف، فقط نسبة التضخم كانت كبيرة جدا، لهذا ما أثر على الأسعار وأيضا أثرت على الفئة الهشة في الجزائر. طيب أنا نحن كنواب وكأعضاء مجلس الأمة في الحقيقة أن الحكومة عملت في جو خاص واستثنائي شابته عدة صعاب بما فيها أزمة الكورونا التي عشناها وعاشها العالم وأجمع، بالإضافة إلى الحرب الأوكرانية الروسية التي خلفت تداعيات على الاقتصاد العالمي. السيد الوزير الأول كان تصريح واضح وشامل لكافة المجالات الحقيقة، منها الاجتماعية والاقتصادية، وكما نعرفوا التوجه نتاع رئيس الجمهورية راه صاب في بناء دولة قوية اقتصاديا، والحقيقة كل جوانب مستها منها الاجتماعية، القدرة الشرائية نتاع المواطن، إن شاء الله فيها خير.